راح مديله بالخرطوش دوت ولا اسمه ايه دوت، راح والله في صدره غرز. لا ابني مشي خطوة، انا بص من الشباك مشي خطوتين بقول له يا شريف يا شريف يا شريف، راح لقيته لف كده راح وقع في الارض. قبل ما ركب التوك توك كان مات في التوك توك. ابني كبير نور عيني نور عيني، سندنا كلنا وسند الشارع وسند الدنيا كلها، سند الدنيا. كبير وصغير كان بيعيط علي، انا مش قادر انزل دمعة عليه خلاص. قتلوه وهو طالع من صوت التراويح. الواد عادل البلطجي جايب بلطجيه وبيضرب شماريخ على بيتكم تاني. طلقه خدها في صدره مات في الحال شريف عضلاته وهو طالع من الجام. كان هيتجوز العيد الصغير. ان عواقب ارتكاب الجريمه وخيمه جدا. ستودي بك الى اوضاع ماساويه حزينه. نصيحه، لا تورط نفسك في ارتكاب اي جريمه أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فاعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة الجيزة، تحديدا إمبابة، في منطقة في إمبابة اسمها المنيرة الغربية. إيه اللي حصل في المنيرة الغربية؟ شاب اسمه شريف. شريف ده عشان جسمه قوي وعضلات زي ما انتوا شايفينه كده، في المنطقة مسميينه شريف عضلات، بس هو مش بلطجي ولا أي شيء، بس هو حجمه كده، جسم مفتول العضلات، بيلعب رياضة، فمسميينه شريف عضلات. شريف عضلات في شغله عادي لقى واحد صاحبه بيقول له تعالى يا شريف الحق، أخوك هادي انضرب في منطقة اسمها منطقة الأمل. مين اللي ضرب أخويا هادي؟ قال له ما عرفش، روح شوف أخوك عشان مضروب هناك. جري شريف عضلات لقى أخوه هناك، فيه يا هادي مين اللي ضربك؟ قال له عادل. عادل مين؟ قال عادل شريف. مين عادل شريف ده؟ ضربك ازاي؟ قال طلع علينا بكلب شرس وسابه علينا كان هيعورنا. فقال له تعالى معايا، خد اخوه وراح على عادل شريف. السلام عليكم، في ايه يا اسطى؟ مزعل اخويا هادي ليه؟ قال له اخوك قليل ادب وقال المهم غلطوا ببعضيهم. فشريف قال له طب يا عم على كل منا، احنا في منطقتك واحنا كده جايبين الحج عليك، والسلام عليكم يا اخي، اعتبروا ان هو زي اخوك الصغير وعليكم السلام. وراح خد اخوه ومشي. الناس راحوا لعادل شريف اللي هو الواد اللي كان معاه الكلب وقالوا له عيب، شريف عضلات محترم واخوه ولد محترم، تعالى عشان نصالحك. خدوا الواد البلطجي ده اللي هو عادل شريف وودوه لغيت المنيره الغربيه، لغيت عادل، لغيت عادل شريف هناك علشان يعتذر. وهم قاعدين حد قال كلمه او غيره، راح الواد البلطجي اللي اسمه عادل شريف مطلع سكينه وهيتهجم على شريف عضلات. فالمهم شريف عضلات قال له انت في منطقتي وعيب ان انا اتخانق معاك وانت في حتتي، وراح خده وطلعه بره. قال له انا بطلعك بره المنطقه اهو عشان زمايلي ممكن يعترضوك، وعيب يا ابن الحلال تيجي ترفع سكينه علينا في منطقتنا. وراح مشاه. الواد البلطجي اللي اسمه عادل شريف حس انها كبيره، يعني ايه علم عليا؟ يعني ارفع عليه سكينه في حتته ياخدني ويطلعني بره الحته ويقول صحابي لو مسكوك هيموتوك. جه على قبل السحور، الكلام ده حصل 5 يوم رمضان، على السحور جاي معاه شويه بلطجيه وراحوا على بيت شريف عضلات بالشماريخ وبالفرد الخرطوش. المهم شريف جه ينزل، شريف عضلات ابوه قال له عشان خاطر دول عيال بلطجيه وشربيه،
اوعى تنزل له. وفعلا حكم على ابن شريف عضلات ما ينزلش. قعدوا يشتموا فين الرجاله، فين اللي بيقول لك انا اتمنطقتي، فين فين. ما رضيش شريف عضلات يرد عليه. خلاص الموضوع انتهى. تاني يوم بعد الفطار صلوا المغرب، وشريف قال انزل اصلي العشاء في الجامع والتراويح. وهو بيصلي العشاء والتراويح واحد دخل قال له خلي بالك الواد عادل البلطجي جايب بلطجيه وبيضرب شماريخ على بيتكم تاني. شريف عضلات قال لك لا ده كده كتير، امبارح يجي في الليل يضرب شماريخ على البيت وجاب بلطجيه، والنهارده كمان في عز صلاه التراويح جايب بلطجيه ودخل منطقتي وبيضرب شماريخ على بيتنا، انا لازم اروح. ما كملش صلاه التراويح وطلع من الجامع لسه بيقول له يا ابني عيب الكلام ده، يا ابني انت بمنطقتنا وعيب. فوجئ بعادل راح مطلع طبانجه ويضربه في طلقه، هي طلقه شوف الجسم المفتول ده في ثانيه كان ميت. طلقه خدها في صدره ومات في الحال شريف عضلاته وهو طالع من الجامع. واحنا امتى؟ في اول اسبوع من رمضان. لما نشوف الجنازه على راي والده شريف عضلات قالت جنازته كان الزفه، حضرها كل الناس القريب والغريب. المشكله ان هو كان لسه شريف عضلات شاري بدله الفرح وكان بيقيسها اهي بدله الفرح او بالبيبيون، كان لسه عامل البروفه بتاعتها وكان زفافه يوم العيد الصغير يعني بعد 20 يوم. زفافه وجوازه كان بقى عليها 20 يوم، كان هيتجوز العيد الصغير، مجهز شقته وكل حاجة تمام التمام، والعروسة بعت حاجتها والزفاف على العيد، ودي صورته وهو لابس بدلة الفرح اهي. وكان محبوب من الناس كلها ومتصور مع الناس بما فيهم حتى محل بتاع تغيير زيوت عربية واجب بيتصور مع الناس والناس بتحبها جدا لانه بيمشي في الحق، العضلات دي مش في البلطجة. لكن للأسف اللي قتله شاب اسمه عادل شريف الشهير بسونة. سونة قتل شريف عضلات. كله ده ليه؟ عشان طلعه صغير في القعده، لما طلع فتح عليه السكينه فقال لي سونة عيب انت في منطقتنا وانا هطلعك بنفسي من المنطقه عشان شباب المنطقه ما يضربكش. فازاي بقى علم علي فقتله بلطجه. تم القبض على سونة، حاليا بيمثل الجريمه، واعتقد ان القضاء العادل انه كان رايح واخد سلاح وجايب معاه شويه شباب صيع وضربوا على البيوت بالشماريخ، اعتقد ان الحكم هيكون رادع ليه والغير. الحاجه الغريبه جدا ان سونة ده عليه قضايا وقضايا قتل، تسابينه في الشارع ليه؟ وايه البلطجه دي؟ فين زمان لما كان في قانون الطوارئ وكان كل البلطجيه دول بيتلموا ويترموا في السجن سنه واثنين وثلاثه واربعه؟ وما تقوليش حقوق انسان، بتكلم على حقوق الانسان، تتكلم على حقوقنا احنا اللي ماشيين في الشارع طالبين الامن والامان. لكن المجرمين والبلطجيه دول واللي فرضين الاتاوه واللي بيمشوا بسنج واللي ماشيين اكل عيشهم من الحرام ومن للاسف اللي استجوا على الناس، لا يرجع قانون الطوارئ. ما حدش يقول لي قانون بقى، ما حدش يقول لي حقوق الانسان. زي ما ندور للمتهمين والمجرمين نقول لهم فين حقوق الانسان، ندور للناس اللي في الشارع الغلابه اللي بتسترزق ونقول فيه حقوقهم. يعني سونة ده فرض اتوات، سونة ده بلطجيه، سونة ده فارد على الناس سطوته بالكلاب اللي هو مربيه، تيجي تقول لي هو انسان؟ شريف ده العريس ده ذنبه ايه ان امه تنكوى بيه؟ كل ده عشان خاطر اخوه ماشي امانة الله سوكة او سونة طلع عليه كلب، فراح بيقول له عيب الكلام ده، ده زي اخوك الصغير. وخلص الموضوع على كده؟ لا، ازاي والموضوع يوصل لشماريخ وبلطجة؟ ده حرقوا البيت بالشماريخ، حرقوا ستائر الشقة بتاع شريف عضلات، وفي الاخر قتلوه وهو طالع من صلاة التراويح. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكر.